Donc, كما كنشوفوا الاخوان، السلام عليكم بعدا. دونك كما كنشوفوا الاخوان، هذا هو هذه هي الزويجه اللي يعني كان مرض ليا الطير ديال المغنين. الحمد لله يعني هو رديته في المكان، يعني الحمد لله باقي عايش. انت هو كانت يعني بيضات، ولكن ما كانش معاه، هو مع كان مريض ليا ديك الساعه، كنت نديرو في قفص صغير وكنداوي فيه. سبحان الله. سبحان الله، احنا المغاربة عيننا شوية خاص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله من الرزاق. هو دابا طوير بحال هكا، المهم دابا راه صافا ترونكيل. نتو حتى هي كانت مبيضة وخليت لها البيض ديالها، واخا خاوي، المهم باش تبقى مونسة بيه، ما حيدتوش ليها ديك الساعة باش تبقى يعني جامعة راسها وما تبيضش ليها عاوتاني، حتى يعني يرجع الطير من المرضى يعني ونعاود يعني نزوجهم. دابا هي حاطة دابا هنايا كتحيد يعني تراوكين مع راسها تما، دابا عازلهم، راك تحيدت عليها واحد الفترة، مبغيتش نجيني شنو نديرو معاها باش ما تكونش يعني شي مضاربة ولا شي حاجة بحال هكا، يعني نتفاداو الأمور هادي بحال هكا. أنا دابا مخليها حداه، هي راه عرفاتو من اللي جا حداها، راه يعني هو عرفها وهي عرفاتو. دونك دابا اش غندير لهاد النسوة هادي؟ دابا تقريبا شي خليتها شي 10 أيام وهي جالسة على البيض، المهم كترتاح. هاد 10 أيام وهي جالسة على البيض، دابا غنشدها نبدا نعطيها يعني في لي فيتامين كيما كنشوفو في الشرابة، راه فيها الفيتامين الباطي الميلونج ديال الزوان والأمور الأخرى. والعش، العش ديالها يعني واحد 3 أيام ولا 4 أيام يعني عاد غنردو ليها، غنحط لها المواد ديال التعشيش ونخليها يعني نشوف شنو غادي دير. يعني ملي غتكمل عاوتاني العش، تكمل العش غنطلق معاها الذكر ديالها ودبروا راسهم هذيك الساعة. هذا ما كاين. دونك ان شاء الله غنعاودو يعني هذه القضيه هذه، ان شاء الله تعاود يعني تبدا تبني العش ديالها ان شاء الله، ونوريها للاخوان ديالي. اوكي، يلا تشاو.